ياسر البنداري، خبرة تزيد عن 35 عاماً في الإدارة والتسويق وتطوير الأعمال بمختلف الصناعات، مؤسس وشريك في منصة ديسكو لتحليل بيانات المستهلكين وسلوك العملاء، شريك مؤسس ومستشار استراتيجية التسويق في On The Run، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Update for Integrated Business لتحليل بيانات السوق، مؤسس وشريك في Moms Food، أول علامة تجارية مصرية لتصدير المنتجات الغذائية للخارج،